السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض الدورة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، كل يوم تكبر على اليوم اللي قبله. طبعا بقى ما يغركوش الأحكام، بس هو ما شاء الله يعني الوزن، يعني حاسس كده إن الفرخ مقلقل وشايل وزن معاكي. تمام، طبعا الفرخ دي يا جماعة لسه هيشيل معاكي وزن يعني كبير جدا. طول ما الفرخ لسه عريان زي ما قلنا قبل كده، اعرف ان الفرخ ده هيشيل معاك. طبعا انا النهارده عامله لهم وصفه كويسه جدا، يعني عشان لو لاحظنا هنبص نلاقي يا جماعه في تغيرات في الجو شويه. بالليل ممكن الجو بيبرد وتحس ان الجو هوا ومش عارفه ايه، فبرضه ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. بالنهار يعني برضه الصبح كده في الفتره بتاع الصبح تحس برضه ان الجو هوا مش عارفه ايه، فخدوا بالكم من الهوا ده، لان الهواء دوت بيبقى معظمه طبعا يعني بيبقى فيه مكروب فيروس حاجات من ديت، فناخد بالنا كويس. نحاول ان احنا برضو ايه يعني الفراخ ما نخليش التهويه تبقى جايه مباشره عليهم علشان ما يتعبوش منك وياخدوا بالهم. كل الحاجات دي مهمه، فيعني ايه المفروض يبقى المكان التهويه بتاعته حلوه يعني ومظبوط، فناخد بالنا بس من الحاجات دي كلها. انا بس بقولها لكم في كل فيديو علشان تخلي بالكم من الموضوع ده. الجو برضو يعني ايه تحس وقت الظهرية كده الجو شمس، افتح لهم حاجة بسيطة كده الشمس تخش، بس ما يكونش الشمس مسلطة على الفرخ، علشان الفرخ الابيض بالذات يا جماعة ما بتحملش الشمس عشان تكونوا عارفين. فنحاول ان احنا بس ايه نظبط المكان، نص ظل ونبقى النص التاني يبقى شمس، بس عشان يطهر المكان كده والمكان يبقى صحي. اما بقى اللي كان بقول الفراخ عندي بقى لها 17 يوم او يعني الوزن بتاعها خفيف. بصوا يا جماعة، يعني ايه كان الوزن بتاعها 500 جرام، وده طبعا او 550 جرام تقريبا يعني على ما اتذكر. يعني الوزن كده يعتبر بالنسبة ل 17 يوم يعتبر ضعيف. فانا عامل ايه بقى في الوقت دوت؟ هو اما يعني اما يكون العلف اللي هو بيستعمله يكون علف مش كويس فيغير العلف، العلف احسن منه. تمام، دي حاجة من الاتنين. تاني حاجة، لو انت بتجيب علف كويس والفراخ برضو ما بتزيدش في الوقت دوت، هنعمل ايه؟ هنعمل الخلطات اللي احنا بنعملها بالظبط، لان الخلطات اللي انا بعملها على الاكل يا جماعة او على المية دي يعتبر خلطات، يعتبر علاجية وخلطات، تبقى فاتح شهية وكمان بتزود الوزن. مفيش اكتر من كده ومفيش حد هيعمل اكتر من كده. تمام، مش هنمشي على الخلطات مظبوط، هنعمل ايه؟ هنروح للبيطري كده وهنجيب مضاد سموم وفاتح شهية، مضاد سموم وفاتح شهية. تمام، المضاد سموم وفاتح شهية ده حاجة كويسة جدا للفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله يعني ايه ياكل معاكي ويغب في الاكل. هندف لكم كل الحلول اهوت عشان تبقوا انتوا برضو ايه يعني واخدين بالكم من كل حاجة. وبرضو نخلي بالنا ممكن يكون في اسهالات واحنا مش واخدين بالنا، او في كوكسيديا واحنا مش واخدين بالنا. كل الحاجات ديت لو انا خدت بالي منها الفراخ ما شاء الله هتبقى عندي حلوة جدا جدا. وقلنا الخلطات لو هي فيها عسل والفرخ عنده اسهال وفي عسل وخميره، هنمنع ده كلته لغايه ما الفرخ يبقى كويس ويستعد صحته تاني. تمام، يلا بقى نعمل الوصفه يا جماعه. ده بقى الايه الوصفه اللي احنا ان شاء الله هنعملها النهارده، عباره عن ايه؟ معايا كده عودين صغيرين من القرفه اهو، وهنجيب كنكه كده معانا صغيره عشان نعمل فيها الوصفه. ممكن لو انت عندك قرفه ناعمه تعمليها، عندك قرفه خشنه خدي منها ايه يعني بنفس المقدار ده كده، نحطهم كده ايه كنكة اهو. تاني حاجة بقى معايا القرنفل، يعني خمس ست حبات كده من القرنفل، ادي كده تلاتة اربعة يعني خمسة اهو، منكترش. معايا بقى كده ورقتين نعناع كمان. تمام، برضو لو في نعناع ناشف هينفع وهيمشي. كوباية مية، كل المكونات ده بقى نغطي عليها كده ونحطها على النار تغلي كده على النار هادية، ونسيب برضو الغطا عليها لغاية ما تبرد خالص. تمام، يلا ده كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين بعد ما غليت. طبعا شلت الغطا من عليها، بس هي تعتبر لسه بتطلع دخان، فالافضل بقى ان احنا ايه نقفل عليها خالص لغاية ما البخار دوت ما عادش يطلع تبرد. يعني ده بقى ان احنا نصفيها كده اهو. وهغطي عليها برضو لغايه ما تبرد.
الغطا كده اهوت عشان البخار ده ايه استفاد بقى بالوصفه، البخار لان هو اللي فيه الفايده كلها. تمام، نسيبها بقى لغايه ما كبرت خالص ونروح نحطها للفرن. وده كده يا جماعه بقى الوصفه بعد ما بردت خالص وكفيت عليها طبعا زي ما انتوا شفتوا معايا، ولغايه ما البخار اللي طلع على الوعاء اللي انا غطيت بيها نزل في قلب الكوبايه دي التاني، لان دي اي وصفه يا جماعه لازم البخار بتاعها ما يطرش منك استفاد منه. هجيب كده بقى الكوبايه اللي انتوا شايفينها معايا ديت واحطها على حوالي رتل ونص ميه الشكل ده كده، وهدي للفراخ يشربوا منها تبقى كويسه جدا. بعد الوصفه ديت لو كانت الفرخة عندك بتدشم، لو في اي حاجة في برد في طشمة الفرخ بينهج مش قادر يقعد نفسه، كل الكلام ده هتبقى كويسة جدا، وفي نفس الوقت كمان هتزود معاك الفرخ وهتفتح شهيته على الاكل، يعني يعتبر وصفة علاجية وفتح شهية في نفس الوقت. تمام، فكده بقى ما شاء الله الفراخ بتاكل وبتشرب. وعلى فكرة عايزة اقول لكم بقى كمان ايه، ان انا غيرت لها الفرشة اللي كانت تحت منهم وفرشت لهم تبن جديد، لان طبعا الفراخ في العمر دوت بتاكل كتير تعمل فضلات كتير، فانا لازم احافظ على الفرخ عندي، الفرخ يبقى تحته ناشف اضمن الفرخ ما شاء الله يمشي معايا حلو جدا وهيبقى كويس. تمام، هنا بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني اللي تحس كده ايه ان الفراخ كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. اللي كمان العلف اللي انا حطيته دوت، يعني بدات ان انا احط لهم علف الخشن، بدا ان هم ياكلوه، كنت الاول بحط لهم اللي هو المفتت علشان يتعودوا عليه، بس هم خلاص بدا ان هم يتعودوا عليه وبدا ان هم ما شاء الله ياكلوا الخشن. عندي بقى ان شاء الله كده ما الفرخ يوصل معايا 30 يوم او 35 يوم هقول لكم هنعمل ايه على العلف دوت، هنعمل خلطه كويسه جدا جدا ان شاء الله. طبعا الناس اللي متابعاني ومتابعه الدوره باذن الله هتشوف معايا خلطه هتخلي الفراخ تزيد معاك الطقطقين، يعني هتخلي الفراخ لحمتها كده زي لحمه الفراخ البلدي بالظبط ما تفرقش عنها حاجه. فالخلطه اللي احنا ان شاء الله هنعملها بعد 35 يوم دي. تمام، فمن هنا ورايح ان شاء الله هيبقى كل اللي جاي وصفات تسمين علشان الفرخ يزيد معايا، كلها حاجات سهله وبسيطه من قلب بيتنا مش هنكلف حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي باذن الله.